احنا عندنا النهارده حصاد بطاطس النوع كروز، كروز بيضه دي مخصوصه تصنيعها للشيبسي، بنزرعها للشيبسي مخصوص. بتتميز ان هي فيها صلابه وبتدي انتاج عالي شويه من الشيبسي حيث ما فيش تهدير فيها، يعني بتخش المصانع المصريه للشيبسي او حتى بتتصدر بشكل مجمد للدول العربيه زي الكويت زي قطر زي السعوديه زي الامارات، وبتتصدر برضه الدول الغربيه زي في اوروبا زي الارجنتين والبرازيل والمانيا وفرنسا والمدريد اسبانيا. بنبدا معظم الدول الاوروبيه بمنتج المصري مميز في الصلابه بتاعته والجوده بتاعته. في انواع كتير من البطاطس، النهارده معانا الكروز بس ليف، بس بنزرع برضه انواع ثانيه للطبيخ زي الدايمونت زي الكاره زي البونطا، انواع كتيره للبطاطس المصريه مميزه بيها. النهارده بنبدا نخلص الحصاد ونعبي البطاطس في شكل كده الجوان اللي قدامكم دي، بتبدا تروح على المحطات عشان الفرز في الثلاجات. بعد ما نخلص فرز بتخش غسيل، وبعد كده تخش المصانع التصنيع تقطعها شيبسي. ده عباره تقريبا النهارده يوم حصاد زي ما انتم شايفين كده. ده محصول الكروز البيضه اللي هي بتميز بيها الاراضي الزراعيه المصريه، النهارده في ارض جبليه، وده منتج، ده شكل منتج البطاطس اللي هي الكروز البيضه اللي بتعمل منها الشيبسي. احنا تقريبا من البطاطس طيبه قايمه في يوم الحصاد على ايد العامله تقريبا بنحتاج يوميا عشان نحصد مثلا وليكن مساحه زي 10 فدان زي دي، بنحتاج تقريبا حوالي من 150 ل 200 عامل. إيه تقريبا ما فيش نسبه بطاله في منطقتنا في كوم حماده وفي مركز بدر. البطاله عندنا للي هو مش محتاج يشتغل، يعني اللي مش عايز يشتغل ده اللي نقول عليه بطاله، لكن ما عندنا احنا مش لاقيين عمال عشان نشغلها. بنخلص محصول البطاطس يخش الثلاجات يطلع على التصدير. إيه اي حد محتاج يستثمر في الفتره دي كلها استثمار زراعي مميز جدا فيها. نبدا نصدر الفراوله، بتدخل لنا عمله صعبه، بتدخل لنا دولار للدوله عندنا، وطبعا احنا واخدين بالنا من موضوع التصدير وتسهيلات الدوله فيه. من حيث العائد اللي بيجي لنا بعد التصدير من حيث ادخال العمله صعبه لمصر، ان احنا بنصدر منتجات مصريه مميزين فيها من جودتها وصلابتها، كلها دي حاجات بتميز بيها الدوله المصريه، وخصوصا الاراضي الرمليه والاراضي الطينيه جنبينا برضو تزرع منتجات برضو بطاطس ثانيه بس مش زي المنتج الفريدي ده.